قالوا السيد رحمة الله عليه كان من العلماء العاملين الذين عاشوا هم ومشكلة هذه الأمة منذ أيام شبابه. في أيام مرجعية والده كان له وجود ملموس وواضح في إدارة شؤون المرجعية، كما كان لأخيه الشهيد السيد مهدي الحكيم رحمة الله عليه. كان لهم وجود متميز من أبناء السيد الحكيم على الجميع الرحمة والرضوان، وهو كان إلى وجود متميز في الحوزة، وإلى وجود متميز بين المجتمع والعشائر. إذا قضية عشائرية كان ينتدب السيد الحكيم رحمة الله عليه ولده السيد باقر الحكيم رحمة الله عليهم. فالنتيجة
كان له وجود في أيام شبابه. إلى جنب هذا الوجود، إلى جنب هذا العلم، إلى جنب هذه المكانة، تجد أثر وحالة التواضع عنده مع الطلبة، مع من يتعامل معه، مع إخوته كذلك. أحد الإخوة في يوم من الأيام يقول رأيته مع أخيه السيد كاظم رحمة الله عليهما، والسيد كاظم أكبر منه سنا، ولكن سيد باقر رحمة الله عليهما أكثر منه علما. خرج من مكان فاتحة أو مسجد، فمع أنهم متقاربين بالسن مباشرة، سيد كاظم سيد باقر مباشرة، ما بينهما إلا فترة الحمل، ومع ذلك قدم حذاء أخيه السيد كاظم رحمة الله عليه. وكان هكذا خلقه وتواضعه واهتمامه إلى جنب جهاده وارتباطه بالمرجعيات. مرتبط كان بمرجعية والده، لا لأنه والده، بمرجعية السيد الشهيد الأول، لا لأنه استاذه فقط، مرتبط بالسيد الخميني رحمة الله عليه، لا لكونه قائد الثورة وقائد البلد، لا، كان مرجع، ولكي يأخذ شرعية حركته من المرجع مبسوط اليد. هكذا كان، وكان يعيش هم شعبه وهم أمته وهم بلاده، ولذا عاش في دار هجرة ودار جهاد ودار تحد وتحمل وصبر، بحيث هدده صدام عدة مرات، وسبب استشهاد الكثير من أفراد العائلة أن يكف السيد باقر عن عمله، ولكن يرى مسؤوليته الشرعية أن يواصل جهاده ولو قدم قوافل من الشهداء. المسؤولية شيء والشهداء شيء آخر، ويتحمل مسؤوليتهم الذي قتله. فالسيد رحمة الله عليه كان عالما، والعلم توفيق، العلم نور يقذفه الله بقلب من يشاء، الشهادة اختيار من بين خاصة الأولياء. يعني إذن ست مراحل يجتازها الإنسان حتى يكون مؤهلا إلى الشهادة، فمن يقطع هذه المراحل بجدارة، هنا لا يمكن أن نقول يحصل حالات المحسوبية والعلاقات والتزوير لهذه، لا يمكن أن ينتقل الإنسان من حالة إلى أخرى إلا بعد أن يتجاوز مرحلة الامتحان الإلهي بجدارة. ولذا الامتحان كل ما يتقدم الإنسان يكون أصعب، أشد الناس بلاء الأولياء ثم أوصياء ثم الأمثل فالأمثل، العفو، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأمثل فالأمثل، اللي هو أفضل فأفضل. فالنتيجة الإنسان العالم بتوفيق، الإنسان الشهيد بتوفيق، الإنسان القائد بتوفيق. إذن من وصل إلى هذه الدرجة كان موفقا، والدليل على أنه كان موفق حيث تشرف بشرف الشهادة الذي ما فوقه شرف أبدا. شرف الشهادة أعلى درجات الشرف والرفعة والقرب عند الله. الإمام الحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، سيد شباب أهل الجنة، ومع ذلك يقول له النبي الأكرم حينما رآه الحسين بالمنام، قال إن لك منزلة
لن تنالها إلا بالشهادة، وهو سيد شباب أهل الجنة. إذن أكو منزل فوق كونه سيد شباب أهل الجنة. فالشهادة هي في الواقع وإن تركت أثرا على من بقى، ولكنها توجت الشهيد بتاج الفخر والعز والكرامة. ولذا تجد ثمرة الشهيد واضحة بارزة. الشهيد كما قال الله: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. أمير المؤمنين ماذا يقول؟ بقية السيف أنمى عددا. خلص، إنه الشعب اللي موظف نفسه أن يقاتل عدوه يسهل عليه تقديم المال. فالشهيد أو الأمة التي تعطي فلذة أكبادها إلى الموت بعد ذلك يحترمها العدو وتقوى في نظر العدو. يقول: أنا أقصى ما أخيف الأمة أخيفها بمن؟ بالموت. وإذا هم يأتون إلى الموت، يتسابقون إلى المنية، يتهافتون على الموت، أنا عاجز عن إخافتهم. من قدم نفسه ترخص عليه تقديم الأموال والبيوت وغير ذلك. إذن لا توجد هناك مسكة للعدو علينا أن يستطيع أن يهددنا من خلالها، وإنما نحن نقف متحدين، أقوياء، أعزاء، كرماء. ولذا مسيرتنا الدامية هي التي حفظتنا، ومسيرتنا الدامية هي التي أهلكت عدونا، ومسيرتنا الدامية هي التي كتبت لنا العز والكرامة وديمومة البقاء. أمة تعطي شهداء لن تموت أبدا. ولذا شاهدنا الظلم الذي وقع على أهل البيت وعلى أتباعهم لم يقع على أمة ولم يقع على شعب، ولكن كانت ديمومة البقاء وديمومة القوة والعزة والكرامة هي الدماء. حينما رخصت الدماء عزت الأمة وحفظت الأمة وعاشت كريمة على ممر الزمن. فالأمة التي تعطي والأمة التي تحترم وتقيم وتقدر شهداءها أيضا سوف تقول، لأن الشهيد إذا لم تستثمر شهادته تضيع، وإذا ضاعت خسرته الأمة، وإن لم يخسره هو تعامل مع الله تبارك وتعالى. ولذا نجد الأمة التي تعاملت وتمسكت وارتبطت بالشهيد بقيت حية وبقيت قوية وبقيت خالدة، والأمة التي لم تتعامل مع الشهداء خسرت وضاعت وتاهت وانتهت. أين بنو أمية ومن سبقهم؟ أين بنو العباس ومن لحقهم؟ أين البعثيون ومن آزرهم؟ كلهم يذهبون تلاحقهم لعنات الأجيال، ويبقى الشهداء أحياء على ممر الزمن. اليوم وبعد اليوم نحتفل بمناسبة كل شهيد. اليوم نعيش شهادة هذا القائد الكبير كما نحتفل بشهادة أي شهيد. من منا لا يعرف السيد محمد باقر الحكيم، تلك الشخصية العظيمة، ابن مرجع الطائفة الشيعية، الإمام السيد محسن الحكيم، وتلميذ المفكر الأستاذ والمرجع المقاوم الشهيد السيد محمد باقر الصدر، الذي قال بحقه: عضد المفدى والعدو اللدود لنظام البعث الصدامي. كان الشهيد السيد محمد باقر الحكيم القدوة الجهادية لشباب جيله من المؤمنين. بعد مجيء النظام العفلقي إلى سدة الحكم في العراق، حاول القضاء على كل الشخصيات الإسلامية والمقاومة، وكان أبرز تلك الشخصيات السيد محمد باقر الصدر،
والأشخاص المتصلين به، وكان السيد محمد باقر الحكيم في مقدمتهم. بعد مطاردات حزب البعث استطاع شهيد المحراب أن يخرج من العراق إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويكمل دراسته الإسلامية والسياسية تحت نهج السيد روح الله الموسوي الخميني مفجر الثورة الإسلامية في إيران، ليكون السيد محمد باقر الحكيم مسؤول الملف السياسي والجهادي للمعارضة العراقية. أسس هناك المجلس الأعلى للثورة الإسلامية العراقي الذي كان يضم أغلب القيادات السياسية الوطنية المعارضة، وكذلك استطاع الشهيد الحكيم تشكيل قوات جهادية من خيرة مجاهدي المعارضة لقيادة قوات بدر الظافرة الذي أذاق صدام وزبانيته المر، ويحقق انتصارات وضربات كانت موجعة للنظام العفلقي. استطاع السيد محمد باقر الحكيم أن يحقق انتصارات سياسية وجهادية في آن واحد، حيث كان يوصل رسالة مظلومية الشعب العراقي إلى العالم أجمع، وكذلك انتصارات على جيش صدام. عاد السيد محمد باقر الحكيم إلى أرض الوطن في عام 2003 ليضع خارطة طريق من مرقد أمير المؤمنين عليه السلام، ويفاجئ قوات الاحتلال بملايين العراقيين المنتظرين قدومه، وبكلامه الذي أشار بوحدة موقف المرجعية والمطالبة بانتخاب وطني، وكذلك وحدة كلمة العراقيين وخروج الاحتلال منه. فكان تنبؤهم وتقاريرهم تشير أن محمد باقر الحكيم أو ما يسمونه بالخميني الثاني قد وصل إلى أرض العراق لتغتاله يد الغدر في الواحد من رجب عند مرقد أمير المؤمنين عليه السلام. لو كان السيد محمد باقر الحكيم حاضرا بيننا لتغير حال العراق، ولكنا اليوم تحت راية واحدة وقيادة واحدة ولم نتفرق أبدا. فالسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. ليش ارثيك؟ ما اقدر. شلون ارثيك وانت من القصيد اكبر؟ وقل للما يحبك ميل ميل تكتر، يا من كل شيبة من عدك يريد يبوس هالدفتر. وهذاك انت من اشوفك تكبر وتكبر، انت اول شهيد يطيح يطشر، وانت اول شهيد استشهد وخضر، لحد هسه بمشانك ريحة العنبر. يا سبع البر يا شريان الحشد الأبهر، وحق اليابس وخضر وحق الردهة من عشر، إذا مو ثارك إسرائيل شائل من بعد نكثر، وإذا مو ثارك إسرائيل بعد شاشل بالمنحر، بس الله يعرف يريد لو نمحيها لإسرائيل لو ما مش فجر ينطر. تطشر بالهوى، سبحان الله التقارب بالشرف، تطشر
بالهوى بس بالضماير ظل ثورة تفزز التاريخ من يخمر دمك لا يزال على الشمس موجود وعلى خيوط الفجر ضويات يتفصل كسبت بدمك الفردوس والتاريخ وما أعرف عدوش كسب وش حصل صبرك والعناد اثنين هن بس بيك صبرك والعناد اثنين هن بس بيك ضوكت اللي ضدنا الويل والحنظل حكيم ومن حكيم استارت التقوى حكيم ومن حكيم استارت التقوى حاربت الطغو يا نشمي يا مقصر دمك والملاقة تطيح الطاغوت من عندك كل همة وتنتهي وتبطل منو مثلك يتلاقى ملاقة ويا الموت بس انت التلاقى ويا العصف مقبل الله اختارك وحط لك عمر تاريخ لأن عمر الشهادة لأن عمر الشهيد من الزمان أطول ربك رادك وشالك بحضن العور وانت الماردة لحظات تتعطل مشيت ودمع بينا شلون ما نبكيك نعم انت الشهيد القائد الأفضل رحت بس من رحت ظليت بخدود الشمس مرسوم لا صوت اللي يجيبك حتى صيحا حيل لا بحيل واصعد لك واصير نجوم بشفاك نشف الماي وتبدى السيل ونشوف الهضم بشفاك ظل مهضوم نصبر والصبر لايق علينا ولابسين هدوم مو ظلم علينا الليل والتمت خيول القوم صمنا لك عمر ونريد منك عيد مو تقتل سنين الصوم نترجاك ونعاين عليك هلال اقعد طولت بالنوم ما ملا نشتافك هاي حفنة سنين شيل حلقة تراب الأستاذ الشاعر طموزي مالكي أحسنت كثيرا على هذه القصائد يا ريت الخيال يصير واقع يا ريت الخيال يصير واقع ويرد الشايب يزور المواقع ومن ساتر الساتر يبقى يفتر ونطش شكلية كل ما طب معسكر ونهوسله ونضحكه وإحنا نرتاح ضحكة أبو مهدي فويش وأكثر وصلت بكم أيها الأحباء إلى الشاعر الحاج راضي الحلفي فاستقبلوه وحيوه بذكر محمد وآله حل واحد رجب والموعد تجدد وجينا المرقد نعزيك يا محمد اجينا نجدد البيعة بدمع سكاب على بابك صفوف صفوف نتوحد يا بيرق عراق حسين بيدك كان لك سوح الجهاد بكل وقت تشهد قارعت الظلم وتحملت آهات واسمك صار ثورة ونهجي تخلد مثل جدك حسين بكربلة مولاي قلت هيهات للذل يمنتي تمتد عليك تحالفت زمرة حقد ورهاب بمحراب الصلاة وسيوفهم تنحد هدفهم كان واضح والقصد معروف يعود البعث واهل الحقد تتوحد نسوا لو سال دمك ينفجر بركان واحنا على المصاب الصار نتجلد عهدناك واحنا على العهد باقين وزلمنا بالملاقة وبالعزم تشتد وقالوا من غبت كل شي انتهى وياك سيدي ابو صادق قالوا من رحت كل شي انتهى وياك ونسوا باقي الحكيم ونهج يتردد شوكه بعينهم صرنا وحجر جلمود منين الراد يعبر لو يصل للحد وقفنا على السواتر مثل وقفة جون
وشفرة سيفنا برقابهم تنحد، وبعدنا وداعتك نطرب لصوت الدان، ونكيف من نشوف المعركة تشتد. قرير العين نام اطمئن يا مولاي، تلهب فوهة الرشاش ما تبرد. أيضا كما أسلف الشاعر تموز المالكي، هنالك أوجه تشابه للشهداء بين شهيد المحراب وشهداء قادة النصر رضوان الله عليهم. أقول تمر ذكراك وإحنا بحزن وبلوعة، عليك قلوبنا بكل وقت مفجوعة، مفجوعة القلوب وتعتصر بالآه، ومن نذكر مصاب محمد وذكراه، هنيئا للذي بركب الشهادة وياه، وهنيئا للنصب حزنه وجرى دموعه. تقلدت بوسام التضحية للدين أبو صادق سيدي، تقلدت بوسام التضحية للدين، تانية الشهادة سنين بعد سنين، الله اختارها ينباب أبو الحسنين، يلبيك المكارم كلها مجموعة. يا معلم القادة بمنهجك يمشون، صرت عنوان إلهم بيك يتباهون، مثلك دعوة الله الخاتمات تكون. الشهيد سليمان يقول كنت أتمنى شهادتي كشهادة محمد باقر الحكيم، مثلك دعوة الله الخاتمات تكون، بحسن نية دعوة وجفوف مرفوعة، جمال وقاسم طينة وزلم كلفه، هاي رجالنا أهل الشرف والعفة، يخسل دمهم بكلمة وبيهم تشفى، الرادي نال منهم ما سكن روعة. أنا صح صغير ما لاحق عليك، بس ورث عتنا ترى حب الحكيم، من نهد هدام من وقت النفاق، جدي كان يصيح النهجك قويم، جدي كان يصيح النهجك قويم، وفطنت للدنيا أنا وما لقيت غير خطكم سيدي خط مستقيم، انتم آل المعرفة وآل الجهاد، ماكو واحد بيكم انتم مو عظيم، ما أغالب حبكم ولا هورياء، ما أغالب حبكم ولا هورياء، وما نكركم سيدي بس الزنيم، انا لو ذكروك يم فويش اصيح، انا لو ذكروك يم فويش اصيح، وابقى قلهم هذا مرجعنا الحليم، مرجع وتربات مرجع، مرجع وتربات مرجع، زلمة حوك حارب الظالم رغم واقع اليم، مو اليوم ولا امس باسمك حكيت، مو اليوم ولا امس باسمك حكيت، انا عهدي وياك يا محمد قديم، مو اليوم ولا امس باسمك حكيت، انا عهدي وياك يا محمد قديم، نفطنت للدنيا، نفطنت للدنيا، وصاني ابوي خلي حب السيد بقلبك مقيم، وقلت له تامرني يا ابوي اعتبره صار، قلت له تامرني يا ابوي اعتبره صار، راح اخلي السيد الروحي نديم، وانا احبك يا ابو صادق من زمان، وانا احبك يا ابو صادق من زمان، وللجهاد انت تظل دومك زعيم، ما اهتم للوادي مش رادت تقول، ما اهتم للوادي ما بحق ايش تقول، انا يكفيني عشق بيت الحكيم، انا يكفيني عشق بيت الحكيم. اما الان ايها الاحباء فمشاركه شعريه للشاعر الحاج نزار المغفر، فاستقبلوه وحيوه بذكر محمد وآل محمد. للحكيم حفزتني الذكريات والتي قد عرفتني بالأبات، فاقتضى الشوق إلى تذكيرهم، فاقتضى الشوق إلى تخليدهم في بيان سطرته القافيات، كي أرى الراحل في استشهاده رمز حق خالد بالتضحيات، عاش في الغربة من أجل الهدى يجمع الشملة لإسقاط الطغاة، وانتهى الحكم الذي حاربه
باقر الحكمة في جهد الكمات، لكن الحقد على أهدافه أضمر الغدر بتجنيد الجنات، فاستطاع الغرب في أذنى به قتله غدرا ومن بعد الصلاة. فارتقى الخلد شهيدا صائما صادق الوعد ومهيوب الصفات، لكن النهج الذي أسسه لم يكن بأذهان الهداة، والخلافات التي قد مزقت وحدة الصف وأحداث الشتات، والصراع لم يزل في سعيه يتعب الشعب بخلق المعضلات. أيها الإخوة أتباع الهدى، يا ولاة الأمر في دنيا الحياة، حاسبوا أنفسكم في ذي الدنا قبل أن يخطفكم أمر الوفاة، حاسبوها واتقوا الله بما تحكمون وابتغوا فيه النجاة، واذكروا الله تعالى وليكن ذكركم نهجا بتعميق الصلات، واعبدوه واطلبوا من فضله أن يبارك جهدكم في المعطيات، ولتكن طاعتكم خالصة للجليل وحده في الواجبات، واذكروا المنكر في أفعالكم وانكروا المنكر في أفعالكم، وانشروا المعروف في كل الجهات، والذي يملك منكم سلطة أهلته أن يقود السلطات يتق الله تعالى وحده دون توجيه ومن بعض الفئات، يخدم الشعب الذي رشحه كي يلبي كل ما يبني الحياة وفق ما تفرضه حاجاتهم والقوانين وأحكام القضاة. مو محكومين بالإعدام نعلف عليهم، كي يلبي كل ما يبني الحياة وفق ما تفرضه حاجاتهم والقوانين وأحكام القضاة، يبذل الجهد لإسعاد الورى في الأداء والرؤى والمنجزات، يحفظ الثروة من سراقها من نفوس ظللتها المغريات، والتي قد أصبحت ميسورة دون حق وارتقت بالصفقات، واستغلت كونها مسؤولة كل ما في بصرتي من ثروات، واستغلت كونها مسؤولة كل ما في بصرتي من ثروات. لست من يقصد شخصا عامدا، لا ولا أرغب في ذم الذوات، لكن الشائع في أوساطنا قال في الطعن نفوسا عاثرات. يا زمان الأمس، يا من قسم في عطاه
كل من وال الهدات، والقبور احتوت أجسامهم بعد أن مزقها سيف البغاة. ليت من ضحى وقد خلده جهده المخلص في رفض الطغاة أن يرى اليوم الذي أحدثه. بعض من غيره ظرف الحياة واستباح الإثم فيما قد جنى من فعال أتعبت قلب الهداة. في التجارب عبرة يا إخوتي، والعقول تتعظ بالموعظات. فخذوا العبرة من أسلافكم واجعلوها منهجا في الواجبات، واخدموا الشعب بما يسعده في أداء مخلص بالمنجزات، واتركوا الدنيا التي ما أنصفت عترة الهادي وأنصار الهدات. اليوم عندما أقف لأتحدث عن شخصية كشخصية آية الله السيد محمد باقر الحكيم، ذلك العالم العامل المجاهد الذي حقيقة ضحى بنفسه من أجل العراق. في بداية حياته بدأ قتالا بالقلم، ثم تحول إلى الكفاح المسلح ضد أعتى طاغوت آنذاك، وهو نظام البعث المتمثل ب هدام العصر آنذاك. عندما احتاجته الأمة للهجرة هاجر ليكون هناك جيوشا من المقاتلين، سواء كان على مستوى الكفاح المسلح أو الكفاح بالقلم، لأن القلم والبندقية سواء. في هذا المجال أقف لأقول أن شهيد المحراب رضي الله تعالى عليه، سواء كان في سلاحه القلم أو في سلاحه البندقية، شكل مأثرة كبيرة أرغمت المجتمع الدولي بشكل عام والمجتمع الإقليمي بشكل خاص إلى أن تنفذ ما كان يصبو إليه، وهو إسقاط هدام العصر. رغم المدة الطويلة من عام 80 إلى عام 2003، لكنه الإصرار المستمر على الكفاح المسلح والإصرار المستمر على كما نعبر عنه بكفاح التبيان والتبيين، نجد أن شهيد المحراب قد حقق مآربه عندما أجبر المجتمع الدولي على المشاركة في إسقاط هدام العصر. هذا الجانب. من جانب آخر، الشهيد لم يقف عند هذا الحد، فبعد سقوط الصنم وقف شهيدنا رضوان الله تعالى عليه ليرسم صورة العراق الجديد، العراق المختلف، العراق الذي أراده بصورة تختلف عما كان عليه قبل عام 2003. 100 يوم من المحاضرات المستمرة، 100 يوم من خطب الجمعة المستمرة أوحت إلى أعداء العراق، وأقصد بهم منه العدوان الإنجلو أمريكي وبقايا البعث والقاعدة، اجتمعت لكي تطفئ تلك الشمعة التي أراد أن تنير الدربة للعراقيين. هذا النهج الذي سار عليه شهيد المحراب هو امتداد لنهج المحسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه، وهو زعيم الأمة، وهو أيضا نهج سار عليه الصدر الأول رضوان الله تعالى عليه عندما قال على كل عراقي داخل العراق وكل عراقي خارج العراق أن حقيقة يعمل من أجل القضاء على صدام حسين، طبعا بهذه العبارة. نجد أن السيد الشهيد درس هذه الدراسة وأعطاها وأكملها، لكن الأعداء لم يعطوه الفرصة خلال هذه 100 يوم، وإذا بهم يتكالبون عليه فيستشهد. اليوم ما هي الرسالة المتوخاة حقه، سواء من الحضور بهذه المناسبات أو استذكار هذه الشخصية العظيمة الكبيرة المجاهدة العالمة المجاهدة؟ أقول يجب أن نسير على دربه الذي سار عليه، درب الجهاد، درب الكفاح المسلح، درب كفاح التبيين والتبيان أيضا بذات الوقت، من أجل أن نسير على نهجه ونهج آبائه الحسن والحسين عليهم السلام. بهذه المناسبة الأليمة، واحد رجب، تحيي مدينة البصرة الذكرى الأليمة للرمز العالي، الرمز الكبير، المجاهد، المضحي، المتغرب، طيل هذه السنين قاد
المعارضة وقاد كل مجاهدينا وله أهداف واسعة كانت، لكن يد المنون خطفته منا. ولكن حقيقة نعاهد الله سبحانه وتعالى على أن نكون جنودا أوفياء لهذا الرجل العظيم، وإنما هذه الذكرى هي تجمع وإرشادات وتوجيهات وتماسك حقيقة وتراص للصفوف. وهذا الرجل كان حقيقة يعني لو كان موجودا لأنعم العراق بوجود ولتغيرت الأمور إلى الأحسن، لكن يد المنون خطفته منا. وأنا حقيقة ألاحظ أنه أهل البصرة أوفت بعهدها لهذا الرجل العظيم، لأنه أول ما دخل إلى مدينة البصرة فكان الاستقبال رائعا جدا يعني، واحتضنته القلوب قبل الأيادي. والحمد لله والشكر الآن نحيي هذه الذكرى وهذه المناسبة بهذا الوضع الأليم حقيقة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخط العظيم، خط شهيد المحراب. وإن شاء الله تعالى الجميع يعاهد الله سبحانه وتعالى ويعاهد هذا الخط وهذا الرمز للمسير إلى آخر لحظة، ونتمنى إن شاء الله من الجميع أن يكونوا على مستوى المسؤولية. السياسة التي اتخذها محمد باقر الحكيم سياسة عقلانية لا يستطيع أي إنسان أن يدركها بالعقل. سياسته عندما كان في الجهاد خارج العراق وعندما رجع وألف بين المذاهب والأديان، ألف بين السنة والمسيحي والصابئة وكل الفئات، حاول الحكيم أن يجمع العراق، أن يلم شمل العراق، أن يوحد العراق، أن ينطلق في انطلاقة بدائية لتوحيد العراق. هذا لا يعجب بعض الجهات، لا يعجب بعض الجهات، لأن بعض الجهات تحاول أن تنهي مشروع الحكيم، بالذات أمريكا وغيرها. دخول الحكيم للعراق كان دخول مفاجئ للدول الأجنبية، أمريكا وبرايمر وغيره، فقضوا عليه قبل أن يستمر. ولكن ثق والله لو كان الحكيم موجود لما وصل العراق، لا داعش ولا أي إنسان يقدر يصل. ولكن أمريكا كانت ذكية إلى درجة بأن رزقته الشهادة، لا رزقته الشهادة، ها شهادة هنيئة له. يا ريت أنا أمريكا تقتلني وأنا الشهادة على يد إنسان كافر ظالم. لكن نحن مطلوب من عندنا أن نظهر للحكيم مكانته المقدسة، قيمته، واجبنا تجاه. نحن لحد الآن مقصرين كحكومة، لم نقدم كأحزاب سياسية، ماكو لم تقدم ما يكفي لهذا الشعب المظلوم الذي عانى ما عانى في زمن صدام ولا زال يعاني في ظل هذه الحكومات المتعاقبة عليه. إذن يجب علينا أن نقف أنا وأنت وكل الأحزاب السياسية وكل الحركات، أن نقف وقفة رجل واحد مسلم شيعي، ونمشي ونسير على خطى الصدر والحكيم محمد باقر الصدر ومحمد باقر الحكيم. يجب علينا أن نحيي الإسلام، وفي حالة قصورنا عن هذا الأمر نحن محاسبون أمام الإمام الحجة عجل الله فرجه، ولا تقوم لنا راية في يوم القيامة. سماحة آية الله السيد الحكيم يعني كان إيقونة للتميز في وقتها، وفي نفس الوقت يعني نوع من أنواع التجلي بالموسوعية كان، وكان حديثه يعني يتسم بشمولية، يعني لم نراه يعني يتجه اتجاهات محددة بحد ذاته، وإنما كان منفتح على كل أطياف الشعب العراقي، ولغة خطابة كانت واضحة وطنية، وبالتالي فخسارته كانت كبيرة جدا. رغم أن العراق ولاد، لكن مثل هكذا قائد اليوم من الصعوبة بمجال تكراره، مثل ما قلت يعني العراق ولاد، لكن نحتاج فترة طويلة جدا حتى نقدر يعني نحصل شخصية مثل هذه الشخصية العظيمة والعظمة لله سبحانه وتعالى. وبالتالي في العراق فقط وكذلك الأمة الإسلامية، أنا لا أبالغ إذا قلت الأمة الإسلامية، لأن مثل ما يعني في بداية كلامي هو شخص يتسم بالشمولية والموسوعية. فبالتالي آية الله العظمى السيد الحكيم خسارته كانت خسارة فادحة، وبالتالي فالعمل الجبان اللي كان موجود بالضد من سماحة السيد في وقتها يعني ذهب شهيدا وفي محراب جد أمير المؤمنين. فكانت هذه بحد ذاتها يعني هي موتى الكل يطلبها، واستشهاد يعني واضح للقاصي والداني بأن هاي الشخصية اختارت منذ نعومة أظفارها. أنا يعني متبع بعض الكتب وغيرها، كان حتى عنده كتاب اسمه الشهادة،
هذا كتاب الشهادة كان يعني حتى تمني للشهادة لسماحة السيد. فبالتالي الله سبحانه وتعالى يعني لم يرفعه إلا شهيدا، وقد تكفن وبكفن أجساد اللي موجودين دائر ما دائر اللي هم كانوا أقل ما يقال عنهم بأنهم حوريين كانوا معه. فبالتالي يعني فقد العراق وخسر العراق خسارة فادحة في وقتها. لازلنا لغاية هذه اللحظة اليوم يعني نعض أصبع الندم على فقدان مثل هكذا شخصية. الشعور من يرجع إلى أهله وأحبائه ووراءه العوائل الكثيرة من الشهداء والمفقودين والمنتحنين، ولديه أمل كبير لأن الله سبحانه وتعالى يفتح العراقيين ويعيد العراق إلى وضعه الطبيعي إن شاء الله، وموقعه من منطقة وموقعه من العالم إن شاء الله. نسأل الله أن يحفظكم إن شاء الله.